بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعندا وريال ميل وبوا جوتشان يسوي البومو قيديس وقاري يبقى كسو دوادا ترتك قرآن الكريم كورباهين تسيتي معلوم الباد كلاس عطان ورباهين تمرك اللي قرر يبقى معلوم لماذا الجمعة ترتك ما أنت وحاكو ترتما إياها بدي ربي رالي كنقضو عبد الرحمن شيخ عثمان محمد وكسو عبد الدكسيقى سلاح الدين الأيوب وكويا لحافظة أنت وذاك waxaan ugu ku tartami doonaa hadii Rabbi raali ka noqdo 10ka sare ee Qur'aanka Kariimka ee tartanka sidii hore aan laga barateen bay intuu socdo waxa ay noo dhaxdhaxadinayaa hadii Rabbi raali ka noqdo macallin Cabdiraxmaan Yuusuf Cali iyo waliba macallin Maxamed Sheikh Hassan macallin Qasim iyo waliba macallin Cabdisaraan Sheikh Hassan Sheikh Yuusuf oo kamid macallimiinta magaalada Jowhar ee insha Allah hadii Rabbi raali ka noqdo waxa uu ku tartami doonaa 10ka sare ee Qur'aanka Kariimka ee inta aan u gudagelin aan soo dhaweeyo عبد الرحمن شيخ عثمان محمد او كاميلا ترتمها ورباهين تسيسي او كو ترتمها يطبان كسرية او قرآن كريم سولو عبد الرحمن مدعي عبد الرحمن شيخ عثمان وحق ترتمها يطبان كجوس وحان كو ترتمها يطبان كجوس او قرآن كريم وحان ربا وحان ربا انا كو ترتمها يطبان كجوس او قرآن كريم هذا ما سنه هاي عبد الرحمن شيخ عثمان محمد وكم إذا ترتمها ورباعين تسيتي كسع للدكسي سلاح الدين أيوب وكويا لحافظها أنت وذاك وحسود وين يا مع عبد الرحمن يوسف علي وكم إذا ولماذا مو معلمين تنور إحنا حاضرين يا ترتم القرآن كورباعين تسيتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إله سبحانه وتعالى مهضلة أن سكوب كرن حان إله سبحانه وتعالى وقمت علينا فرقام ونوسع علينا وعف ما طلبنا هدنا أسؤول من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى دعوما لدينا مأمورك إذا عاد الستة أفهم من أي صورة وقابية ترتك قيمة هم بضان أو الله سبحانه وتعالى كلام في سلوك الأخوات أولا لنا أمان معلمين وعظيم كسو أجيبين ووريك الأمتكار كسو سوريين ترتك أفهم لنا أجل بضان الله كسيو أمال رمضان وإلهي سبحانه وتعالى تلاوها لقد اجد ان اقيم هاي بشكل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لابي الحمد لله رب العالمين المسلمين واي وضد الله سبحانه وتعالى والله بتمركز تبع الله توبه نصوحا توبه نصوحا الله سبحانه وتعالى نعمد وسيق شكري ام عاصم والله سبحانه وتعالى عبد امر شرك وسمين توبه نصوحا الى الله سبحانه وتعالى ركوب يا كفر دم الغفار بدون يوم جنة شو علينا الى الله سبحانه وتعالى توبه يا رب توبه نصوحا الى توبه صادقه هاي وعزيمه وقاطعتام الى المستشار مركب حال لنا هاي جزاكم الله خير الجزاء معلمين تي والدين توبتكم الرجل المعصيه اذا نصوحا ما مركنا مره أدو ما سين هاي أستاذ عبد الرحمن يوسف علي أو كمدة معلمين تدقم ذا الجوهر وحن جود الجلي دونا هدي ربي رالي كنا خذو ترتن كاني القرآن ككريم كها تبان كسراء وكتر تميي عبد الرحمن شيخ عثمان محمد أو كسر الدوسي صلاح الدين الأيوبي حافظها أنت وذاك ووريجي سيكوبات ترتنك أنت والسعودي وحنقول قلنا إن شاء الله أيديه لو يدين لها عبد الرحمن من قول الله سبحانه وتعالى
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها
هذا ما سينهي عبد الرحمن شيخ عثمان محمد وكسر الدفسية سلاحيين الأيوب عبد الحمدان وحيطة سكسر اللاتي وقعني في سواري الويدين يي ساقو قطر تمي توان كسره وانا وريقي سيكوات إن شاء الله وريقي لباد أيو أقود بدونا هدي ربي رالي كنقضو واتهاي وحان قد قلينا تستميه لباد ورباهنت السيتي كتستمي ترتن كقران كريم كتوان كسره مهد آدم عمر شمعون وكسر الدفسية أبي أيوب الأنسار حافظة مرسيد المجال ذي جوهر وحنو كتر تمي دونا تبانك سراء القرآن الكريم ك هدي ربي رالك نقض ما تسلو كلمة كجاء آدم إن أتكتر تنتور بانت السيتي وأدو كتر تمي كتر القرآن الكريم ك حرجينا إن النخلة أرض ذي وجوري أو كجشة كالين ككويت هذا ما سنت هاي ما قلت قلي دون ناس وعليهم حنكسر دوين يا إن شاء الله مع عبد الرحمن يوسف علي. ما شاء الله الحمد لله آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحد وين سكوبك نوع كان قفل الحلقة سابقة للقرآن الكريم. أهلا وسهلا هاي مستر عبد الرحمن يوسف علي حن بدقلي دون ناس وعلي لغوت على قري وانا ورقي سيل بعض ما هاد آدم عمر شمعون ترسل كقرآن الكريم ك هدي ورقة نكبر حوالي ورقة يا أول من أنا دونه هدي ربي عليك إن شاء الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المبر من ربكم فاتقوا الله واطيعون
سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أوفك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قول الله سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا
فيك. أذو ما سيهاي مهد آذن عمر شمعون أو كم إذا ترتمي ياشو ورباهين تسيتي كنا ترتمي يتبان كاسر قرآن الكريم كا سدح ديسي سيوالي لويدين إيا إيا إنجا سيكسو إلاتي ونوريب ديسي لباد كترتمي ترتمي قرآن الكريم كا إن شاء الله هاولي من هل وريك دي ربي رالي كان أقول وريك ديسي ودن بي ترتمي قرآن الكريم كا وكو غان لها كالنت وكو غالي ترتمي ورباهين تسيتي ee tartan ka intu suuray waxa ee nooda noo dhaxdhaadinayay macallin Cabdiraxmaan Yuusuf Cali iyo Liban macallin Maxamed macallin Xasan macallin Qasim sidoo kale macallin Cabdi Salaan Sheikh Xasan Sheikh Yuusuf oo dhamaantooda kamid ah macallimiinta magaalada Jowhar ayaa inoo dhaxdhaadinayay inta uu suunayay tartanka Qur'aanka Kariimka iyo Liban inta inoo harsan ba hadii Rabbi raali ka noqdo inoo dhaxdhaadin doona aniga maxamed yasiin mahdi maxamed leqal fana waa idin la socodsiinayay yu iyo liba sabki ayaa dhanka kaamirada ah ee shaashaan oo dhanka farsamada inta barnaamijkan barnaamijka ay ku kulmeen waxa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.